صباح الخير من جديد على كل مشاهدينا اللي انضموا لنا، وخلينا على طول نبتدي نتكلم عن التوقعات الجويه للنهارده. توقع خبراء هيئه الارصاد الجويه ان النهارده الطقس يكون معتدل على القاهره والوجه البحري، ويكون في شبوره خفيفه في الصبح، والرياح هتكون معتدله بتنشط احيانا، وهتشهد السواحل الشماليه طقس لطيف والرياح هتكون معتدله وبتنشط احيانا. كمان الخبراء بيتوقعوا ان يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد الجو هيكون فيه شديد الحراره والرياح هتكون معتدله. وكمان بالليل بتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يسود طقس مائل للبروده على القاهره والوجه البحري وكمان السواحل الشماليه، ويكون الطقس مائل للبروده فيها، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبروده. تعالوا مع بعض نتعرف كده على بيان بدرجات الحراره المتوقعه في بعض محافظات مصر. نبدأ كعادتنا من القاهرة اللي العظمى فيها 32 والصغرى 20، الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18، مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 15، بورسعيد العظمى 26 والصغرى 18، دمياط العظمى 26 والصغرى 18، والإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 18، السويس العظمى 33 والصغرى 20، والعريش العظمى 27 والصغرى 18. طابة العظمى 35 والصغرى 22، كاترين العظمى 34 والصغرى 14، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 26، الغردقة العظمى 39 والصغرى 25، الفيوم العظمى 33 والصغرى 19، بني سويف العظمى 33 والصغرى 20، المنيا العظمى 34 والصغرى 22، أسيوط العظمى 38 والصغرى 22. من أول هنا هتزداد حرارة الجو جدا في الصعيد، سوهاج العظمى 42 والصغرى 23، قنا العظمى 41 والصغرى 25، الأقصر 42 والصغرى 26، أسوان أيضا 42 والصغرى 26، الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 27، أما حلايب فالعظمى 33 والصغرى 28.